السرتلة ديال الأهرام تولات هي خطيرة، كتشقشق ميزان فيها خطير جدا. وبالنسبه لهذه النباله ديال حريم السلطان ديال العريسات، شي حاجه انيقه جدا، التخرام وشي حاجه يا سلام، الروعه بما كان. بالنسبه لهذه الكغاماج ديالها نقول لكم شوفوا السرتله كي دايره، يا سلام. والاهرام راه كيبقى موديل رائع، وصراحه التخرام كيدير انيق جدا، ومرحبا والف الف مرحبا. وبالنسبه لهذه راه كان عندنا الموديل ديالها وتباع، دونك الناس اللي برزطونا على هذا الموديل هذا ماشي برزطونا حاشا وميعاد الله واش يكون تبرزط، مي زعما منين شافوا داك الموديل بعناه بدا بشحال واحد كيتسول عليهم، دونك هما جاو اوف الهميزات اون بلوس. اللي مهم هما الثمن والكغاماج كما كتشوفوا، كما عودتكم رويال دي بيجو، الشفافيه والوضوح هو العنوان ديالنا. دونك بالنسبه للميزان فيهم 22 غرام فاصله 90 كما كتشوفوا، هي هذه 22 غرام فاصله 90 الكالكول، دونك تري بيان 22 غرام فاصله 90 في 420 مرحبا و مرحبا، كيبقاو 9618 درهم، الله يسامح في 18000 درهم، 9600. ستولات هي خطيره ديال البراسليات اللي عاشقه براسليات صحاح ومتان وديكور كرومي مزيان وديال الوقت، ها هي عند رويال دي بيجو، مرحبا و الف الف مرحبا، يا سلام يا سلام. وما كنبخلوش عليكم، سمحوا لنا على اللايف اللي ما درناش اليوم، ما درناش وحنا عوضنا عليكم بهاد لاسين فيديو. الثلاثيه ديالكم ها هي، اللي بغى هذه نباله خطيره جدا كتشقشق الثمن اروع، الثمن ديال الهنيزات، مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. سمحوا لي ما كاينش معايا نبيله، دونك التليفون كندير ليميسيون بجوج. بالنسبه لهذه الميزان ديالها هو 13 غرام فاصله 60، 13 غرام فاصله 60 مضروبه في 420 كتبقى لكم 5700 درهم، ثمن رائع، ونباله متينه، نباله متينه وغزاله وانيقه في اللباس ديالها، مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. بالنسبه للذهب كما كتشوفوا ديال هذا الذهب تيشعل ما ملبوسه حتى مره، مرحبا والف الف مرحبا بالجميع، السلام عليكم.